السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كنكم تكونوا بألف خير. فرحان انه تلاقينا مجددا ومرحبا بكم في فيديو درس جديد من دروس المونتاج ببرنامج دافينشي ريزولف. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نتحدثوا على موضوع مهم بزاف في عالم صناعه الفيديوهات بشكل عام، وهو الفرق بين تصحيح وتعديل الوان الفيديوهات، لانه على الاغلب انتم ما تكونوا سمعتوا هذ المصطلحين من قبل وما تعرفوش الفرق اللي بيناتهم بالضبط، ولا تحسبوهم هما نفس الشيء. وهذا خطا طبعا، لانه تصحيح وتعديل الوان الفيديوهات هما امرين مختلفين تماما على بعضهم، وكل منهم عنده الاستعمالات الخاصه به. وهذا واش راح نتحدثوا عليه بالتفصيل خلال هذا الفيديو. راح نقول لكم شنو هي الاستعمالات تاع كل واحد فيهم، وايضا نديروا تجربه عمليه، يعني ناخذوا مقطع فيديو صغير نديروا له تصحيح الوان مع بعض، ونقول لكم شنو هي الخطوات اللازمه والامور اللي لازم تركزوا عليها كي ديروا تصحيح الوان للفيديوهات تاعكم. ثم بعد ذلك نديروا له تعديل الوان ايضا، ونقارنوا بيناتهم ونشوفوا الفرق خوتي، هكا باش توصلكم الصوره بشكل افضل. وعلى بالكم انا هي ما نحبش غير نظري نتكلم فقط، لازم نديروا تجربه عمليه هكا باش نوصل لكم النتيجه بشكل افضل كما قلت لكم خوتي. لكن قبل ما نبداو الفيديو تاعنا خوتي، ما فضلكم ديروا اعجاب لهذا الفيديو، لان الاعجاب هو الشيء الوحيد اللي حافز اليوتيوب باش يقترح فيديوهاتي عند عدد اكبر من الاشخاص. كما على بالكم انا نحب فيديوهاتي تنتشر اكثر واكثر، وانتم ايضا لازم تعاونوني باش ننشر هذه الفائده خوتي. اشتركوا في قناه اذا مازال ما اشتركتوش، وتابعوني على الانستغرام راني ندير فيه كل مشهور جديد خوتي. وخلونا ندخلوا مباشره في موضوع الفيديو تاعنا. فوالا خوتي، نبداو باول حاجه وهي تصحيح الالوان، وفت نشرح لكم عليها شويه قبل ما ندخلوا للتطبيق. وكما على بالكم خوتي، درك في عالم تصوير الفيديوهات كاين زوج لي بيكتشر بروفايل، كاين ستاندرد بيكتشر بروفايل وكاين فلات بيكتشر بروفايل. ستاندرد بيكتشر بروفايل يعني يصوروا به التليفونات الكاميرات الرخيصه، وهذا ستاندرد بيكتشر بروفايل واش يدير؟ الكاميرا هي طبق علم الالوان تاعها للفيديو تاعك وتخرجوا لك، يعني فيه ساتوريشن، فيه الكونتراست، فيه الوايت بالانس، يعني كلش مريقل على حساب الكاميرا تاعك. والنوع الثاني هو الفلات بيكتشر بروفايل، وهذا الفيديو كي يخرج من الكاميرا يخرج فلات، كي شغل ما فيش بزاف ساتوريشن، ما فيش بزاف كونتراست، وهذا تصيبو غير في الكاميرات الغاليين شويه والكاميرات تاع السينما. وعلاش يصوروا بهذو؟ على خاطرش هذا الفلات بيكتشر بروفايل تروح لتعديل الالوان الكولور جريدين، تكون عندك بزاف مساحه تلعب فيها، وتقدر تاخذ الفيديو تاعك للمكان اللي تحبو نتايا في تعديل الالوان. فوالا درك يا خوتي تصحيح الالوان كيفاش نديرو في هذه الحالتين. في حال كنا صورنا بستاندرد بيكتشر بروفايل، يعني الفيديو يخرج فيه ساتوريشن، فيه كونتراست، وفيه كلش، هنا علاش نديرو له تصحيح الوان؟ نديرو له تصحيح الوان باش نصحو الاخطاء اللي فيه، مثلا الاكسبوجر تكون عاليه يخرج اوفر اكسبوزد، ولا الكونتراست تكون زايده بزاف، ولا الحاله تكون فيها ساتوريتد زياده على اللزوم. هنا نديرو له كولور كوريكشن باش نحولوه للوك الطبيعي تاعو، ونصحو له هذه المشاكل والاخطاء اللي يكونوا فيه. فوالا. اما اذا كان مصور بالفلات بيكتشر بروفايل، هنا علاش نديرو له تصحيح الوان؟ نديرو له تصحيح الوان باش نحولو هذاك الفلات بيكتشر، الفلات فيديو هذاك، ونحولوه لللوك الطبيعي، يعني نزيدو له الكونتراست ونزيدو له ساتوريشن وكامل، لكن نحولوه لللوك الطبيعي، يعني مش راح نروحو به لبلاصه بعيده كيما الكولور جريدين وكيما راح نشوفو دركايا شويه. فوالا خوتي، هذا هو الفرق بين الفلات بيكتشر بروفايل والستاندرد بيكتشر بروفايل، وكيفاش نستعملو تصحيح الالوان فيهم ليدو. ودركايا تصحيح الالوان هذا وين نديرو خوتي؟ نستعملو في بزاف بلايص، مثلا كيما البرامج التلفزيونيه، البرامج التلفزيونيه دايرين لهم كولور كوريكشن ماشي كولور جريدين. ايضا للانترفيو، مثلا الفيديو هذا اللي راني نسجل فيه لليوتيوب، هذا الفيديو انا راني داير له كولور كوريكشن ماشي كولور جريدين، يعني حبيت نحوله للوك الطبيعي قد ما نقدر، ونعالج المشاكل اللي فيه، شويه الاكسبوجر، شويه كذا الا كنت صورته بشكل خاطئ بالتليفون، ولا ظروف تبدلت ولا شي حاجه، ثم نعالج المشاكل اللي فيه ونحوله للوك الطبيعي ونقدمه لكم خوتي. فوالا خوتي، والان نديرو كولور كوريكشن لهذا المقطع مع بعض. واول حاجه ديروها كي تكونوا راح ديروا كولور كوريكشن هي شو سكوبس. وملاحظه قبل ما نبدا خوتي، ما فضلكم اذا ما شفتوش الفيديو اللي شرحت لكم فيه الواجهه تاع برنامج دافينشي ريزولف، نتمنى تشاهدوه لانه راح يعاونكم بزاف تفهموا الادوات والطرق اللي راح نستعملهم دركايا. راح نخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوصف، وراح يظهر لكم ايضا هنا في حرف الاي فوق. المهم خوتي، بعد ما درنا شو سكوبس كما راكم تشوفوا، من الواضح انه الهايلايت راهي ضربه بزاف، يعني راهي فوق الحد المسموح، لهذا نروحوا نهبطوا الهايلايت تاعنا شويه. كنت شرحت لكم بلي نهبطوها بالجين، هو اللي يتحكم في الهايلايت بهذا الشكل. فوالا. الان مشكل واحد اخر راني نشوفو فيه في الهايلايت هي انه اللون الاحمر كاين بزاف، ما هنايا في الويف فورم راني نشوفو فيه، لهذا نروحو نقصو اللون الاحمر تاعنا. وباش نقصوه نروحو ناخذ الجين تاعنا للجانب الازرق، يعني عكس اللون الاحمر. شوفوا كي نبدا ناخذ فيه الجانب الازرق، شوفوا في المؤشرات تاعنا واش يصرا. فوالا خوتي، هكايا الصوره راهي متوازنه كيما راكم تشوفوا، وما هنايا راهي متوازنه. الان نروحو للميتون، في الميتون واش نديرو؟ نزيدو شويه الاضاءه باش يبانو فيها شويه التفاصيل. والان نروحو لللوميد هذه اللي هنايا، وهنايا واش انا لاحظتو انه اللون الازرق ما كاش بزاف، يعني اللون الاخضر واللون الاحمر كاين اكثر من اللون الازرق، لهذا نروحو نعالجوها في اللفت، نزيدو شويه اللون الازرق ونشوفو الصوره تاعنا كي تتبالونسا بهذا الشكل.
فوالا هكا يا خاطر راني بالونسيا. كاينه حاجه راني نحب نزيدها هنايا في البالونس باش تتبالونس مليح، روح لهنايا اللو سوفت والهاي سوفت بهذا الشكل فوالا. هكا خاوتي على حساب لي سكوبس الصوره تاعنا ولا الفيديو تاعنا راهو مبالونسي. حاجه واحده اخرى راني حاب نزيدها له، نزيد له شويه كونتراست ماشي بزاف، شويه وشويه ساتوريشن بهذا الشكل فوالا. هكا يا خاوتي هذا هو اللوك الطبيعي. والان اذا حبيتوا تزيدوا له تقدروا تزيدوا له هنايا النود للشاربنين، الشاربنين باش تزيدوا الوضوح تاع الفيديو تاعكم شويه، وكنت شرحت لكم كيفاش تزيدوا الشاربنين من قبل بهذا الشكل فوالا. خاوتي الان نديرو فول سكرين ونشوفوا النتيجه كيفاش كانت قبل وكيفاش راهي درك. هيا هكايا بعد الكولور كوريكشن، وهكايا قبل الكولور كوريكشن، يعني قبل الكولور كوريكشن كان ما كان واضح ان الصوره راه فيها اللون الاحمر بزاف، هكايا قبل وهكايا بعد الكولور كوريكشن. وثاني كي درنا كولور كوريكشن راكم تشوفوا اللون الاخضر هم ولا عنده اللون نتاعو. شوفوا كيفاش كان مقبل، عفوا شوفوا كيفاش كان مقبل، كان رايح للاصفر ولا للجهه الاحمر، لان الصوره تاعنا كان فيها اللون الاحمر بزاف. والان هك الصوره تاعنا راهي متوازنه بشكل كامل فوالا خوتي. هذا هو الكولور كوريكشن. والان نروحوا للنقطه الثانيه وهي الكولور جريدين. والكولور جريدين خوتي كما على بالكم هو الحاجه المفضله عندي في تعديل الفيديوهات بشكل كامل. والكولور جريدين يستعملوا في الافلام بكثره، مثلا كما فيلم الجوكر، كما فيلم جون ويك، هذوك الافلام ما خرجوش من الكاميرا هكاك، لانه قلت لكم كاميرات السينما والكاميرات هذو الغاليين يصوروا فلات بروفايل، هذاك اللوك كرياوه في الكولور جريدين خوتي. لهذا انا نحب الكولور جريدين بزاف، وانا اذا كنت نستعمله بزاف في ليبيرول تاعي وغيره. وفي فيديو السينمائي هذاك الفيديو الرياضي اللي سجلته قبل فتره وعرضته لكم كنت درت له كولور جريدين بالكامل، هذاك كولور جريدين ماشي كولور كوريكشن. المهم خوتي درك انايا هذا اللوك واش راح نزيد ندير لها. هنايا راح نزيدو نديرو النود وحده لهنايا للقرا، يعني نتحكمو في العشبه تاعنا. راني يعني حاب نردو دي ساتوريتد وازرق شويه باش نحاولو كشغل فيلم رعب، يعني هنايا في هذا اللقطه خوتي يكون كلش حواليها مظلم ودي ساتوريتد وهي تكون واضحه هكايا كشغل زعما في فيلم رعب، راكم فاهمين العقليه. المهم النود الاولى قلنا القرا نتحكمو في اللون الاصفر هذا تاع العشب كامل، بعد ذلك بارالل نود نتحكمو في اللون تاع البشره تاعها سميوها سكين. بعد ذلك واش نديرو نود واحده اخرى بارالل نود نتحكموا في اللون الازرق هذا خاوتي، راني نحبو يكون بوبي اكثر يعني يكون يبان اكثر. نديرو بارالل نود ونسميوها بلو فوالا بهذا الشكل. ثم بعد ما نديرو لوك كنت شرحت لكم هذه في الفيديو تاع تعديل الالوان السابق اللي كنت قلت لكم تشاهدوا خاوتي، بعد ما نديرو لوك نديرو لوك ادجستمنت هنايا. علاش؟ باش نعدلو اي حاجه تخسر كي نديرو اللوك تاعنا. هذه واش نسميوها؟ قلنا لوك ادجستمنت، لوك ادجستمنت. ثم بعد ذلك واش نديرو؟ نزيدو النود واحده اخرى لهنايا نديرو فيها لابينيات كما قلت لكم باش نعزلوها على البيئه اللي راهي فيها. ثم بعد ذلك نديرو اوتسايد نود ونديرو فيها البوب. وهذا التكنيك كنت استعملتها من قبل وكنت وريت لكم شحال شابه بزاف. خاوتي هذا الفيديو تاع تعديل الالوان اللي قلت لكم عليه ذاك تاع ذاك الفيديو الرياضي فيديو شباب بزاف لازم تشاهدوه. المهم خاوتي هذه هي النود تشيلر اللي راح نستعملها في تعديل الوان هذا الفيديو، مش راح نشرح لكم كيفاش نديرها خطوه بخطوه باش الفيديو ما يخرجش طويل بزاف. المهم دوك ندير له كولور جريدين ونعرض لكم النتيجه النهائيه ونقارنوها مع النتيجه الفلات يعني قبل ما نبداو نديرو في التعديلات كامل، ونقارنوها ايضا مع الكولور كوريكشن باش تفهموا الفرق بنفسكم. فوالا خاوتي هكا راني كمل درت له تعديل الالوان وهذه هي النتيجه النهائيه فوالا. والان نروحو نقارنوه مع لي فيرسيون الاخرين. هذه الصوره اللي راكم تشوفوا فيها الان هي مقطع الفيديو تاعنا بدون اي تعديل الوان، وهذه بعد تصحيح الالوان كما راكم تشوفوا الالوان ولات تبان طبيعيه اكثر، وهذه بعد الكولور جريدين. والكولور جريدين خفتي يستعملوا في الافلام بزاف باش يخليكم تعيشوا مشاعر معينه، مثلا مشاعر الخوف ولا مشاعر الفرح ولا على حسب طبيعه الفيلم هذا. وانا هذا هو علاش نحب الكولور جريدين. المهم خوتي هذا كان هو الفيديو تاعنا، نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل، ونتمنى تكونوا استمتعتوا ايضا. اذا عندكم كاش استفسار فيما يخص تعديل الفيديوهات ولا في الكولور جريدين ولا الكولور كوريكشن ولا، نتمنى تطرحوهم عليا في قسم التعليقات وراح نكون سعيد بالرد عليكم. المهم خوتي اذا حابين تتعلموا نصائح اكثر في صناعه المحتوى والتصوير وتعديل الصور والفيديوهات وغيرهم، نتمنى تشاهدوا الفيديو تاع هذه السلسله فيها كل الفيديوهات اللي تحتاجوهم. وفي هذا الجزء من الشاشه راح يظهر لكم فيديو اليوتيوب يتوقع انه راح يعجبكم. شكرا على المشاهده خوتي، تحيه كبيره لكل شخص لهذا اللقطه من الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات.